الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا مثل هذه المجالس المباركة، مجالس الذكر والقرآن والسنة، اللهم آمين. إخواني، وقبل البدء في إجابة أسئلتكم، أذكر نفسي وإياكم بآية من كتاب الله: وخير القول قول ربنا وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. آية جليلة حاسمة صريحة في أنه لا يستوي الخبيث والطيب. وصدق الله، لا يستوي الخبيث والطيب في المعتقدات، لا يستوي الخبيث والطيب في الأفعال، لا يستوي الخبيث والطيب في الأخلاق، لا يستوي الخبيث والطيب في كل شيء. فطيب الأخلاق لا يستوي مع سيئها ومع خبيثها. فلا يستوي رجل مشرك بالله، يشرك بالله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب من غير الله المدد والتوفيق والعون، لا يستوي هذا مع رجل أخلص دينه لله، دعا الله ولم يدعو غيره، استغاث بالله ولم يستغث بغيره، توحد الله التوحيد الكامل. لا يستوي الخبيث والطيب في المعتقدات، لا يستوي من اختار دين الإسلام الذي هو الدين الحق مع أي دين آخر، لا يستوي هذا مع ذاك. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يستوي من آمن برسول الله مع رجل آخر قال هو كذاب أو لن نؤمن به، لا يستوي الخبيث والطيب. لا يستوي من قال أن القرآن كلام الله حقا مع آخر قال بل هذا أساطير الأولين، إفك افتراه محمد وأعانه عليه قوم آخرون. لا يستوي الخبيث والطيب من في المعتقدات، لا يستوي الخبيث والطيب في الأخلاق. رجل مبتسم في وجوه الناس لا يستوي مع رجل عبوس في وجوههم كأن الدنيا سوداء في وجهه، لا يستويان. لا يستوي رجل متواضع مع خلق الله مع آخر متكبر على خلق الله. لا يستوي رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم مع آخر فظ غليظ، غليظ القلب، جاف، عتل، جواظ متكبر. فلا، حتى في الأخلاق لا يستوي الخبيث والطيب. في الكلمات لا يستوي الخبيث والطيب. لا يستوي أن تدعو إلى الله بكلمات طيبة، أو أن تذكر الله، أو تتكلم بكلام حسن مع آخر سباب وشتام ولعان. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، أي لا تغتر بكثرة الخبيث. فلا يستوي الخبيث والطيب مهما كان، حتى لو كان الطيب قليل والخبيث كثير جدا لا يستويان. الله لا يصعد إليه إلا الطيب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا.
وقال الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أما الكلمات السيئة والخبيثة فليست لأهل الإيمان، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. أي الكلمات الخبيثة لا تخرج إلا من الخبيثين، والخبيثون لا يخرجون إلا الكلمات الخبيثة، والطيبون من الناس لا يخرجون إلا الكلمات الطيبات، والطيبات من القول لا تخرج إلا من الطيبين. فهذا أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. إذن لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذا كنت ترزق بمال قليل طيب حلال طيب، وأمامك صفقة محرمة كثيرة، أو أمامك باب من أبواب الربا والحرام لا تدخل ولا تلجه، فإنك إن تلجه ستهلك. كن مع القليل الطيب، ولا تسمع لكلام شياطين الإنس والجن، ولا كلام المغررين المهونين من المعاصي، بل أثبت على أمر الله، أثبت على طاعة الله وعلى الطيبات من القول والفعل والرزق، به تفلح. ولا تغتر بكثرة الخبيث. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ثم قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فاتقوا الله ولا تغتر بالخبيث، والزم الطيب الحلال. فاتقوا الله يا أولي الألباب، لا تترك زوجتك الحلال الطيب وتنظر إلى النساء المحرمات، لا تترك الرزق الطيب وتأخذ الرزق المحرم، لا تترك الطيبات من الأقوال والأفعال والأحوال وتتجه إلى الخبيث لأنها كثيرة أو لأن الناس يفعلون كذا وكذا. قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من المفلحين، وأن يجنبنا الخبائث ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الطيب من الأقوال والاعتقاد والأفعال، إنه على ذلك قدير. وإلى إجابة أسئلتكم مستعينين بالله على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.